مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى السرايا الحكومية مع الزميلة ليال بوموسى، حيث يبدأ الاجتماع المخصص لموضوع الدعم وترشيد الدعم، والمفترض أن يكون بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. ليال مساء الخير، ضعينا في أجواء هذا الاجتماع لو سمحتي. مساء الخير جورج لك وللمشاهدين. طبعا يعني هذا اليوم الطويل بدأت الاجتماعات فيه في السرايا الحكومية منذ الساعة 11:30، حتى الآن الاجتماعات كانت متتالية مع كل القطاعات، بدأت صباحا مع الصحة، تلتها الصناعة والزراعة والطاقة والشؤون الاجتماعية، ومنذ قليل انتهى أيضا اجتماع قطاع الاقتصاد اللي حضروا أيضا الوزراء وزير الاقتصاد والمعنيين من نقابيين وكل المعنيين بهذا القطاع. هلأ الاجتماع اللي بيفرق عن قبل انه ورشات عمل كلها اجتمع فيها الوزراء، يعني هذا الاجتماع الموسع رح يكون حاضر فيه اضافه الى رئيس حكومه تصريف الاعمال حسان دياب، ايضا حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وكل الوزراء يلي معنيين بكل هذه القطاعات اللي ذكرتها، ويلي ورشات العمل يلي كانت منذ الصباح عم تتالى ورشه تلو الاخرى، وفي منها كانت متزامنه وصولا، سماها الرئيس حسان دياب هي تشبيك الاراء وصولا الى الطريق الفضلى ترشيد هذا الدعم. يؤكد الرئيس حسان دياب بأن هذه الحكومة ومصادر السراي أيضا تؤكد بأن هذه الحكومة لن ترفع الدعم، وهي ليست مع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إنما هي مع ترشيد هذا الدعم، ولن يرفع الدعم نهائيا عن موضوع الدواء، عن الدواء والخبز والطحين، إنما الدعم بما خص موضوع المحروقات سيكون هناك صيغة. وأكدت مصادر السراي الحكومية أن هناك صيغة تبحث مع دولة العراق فيما خص المحروقات، هذه الصيغة ستبصر النور في الأيام القليلة المقبلة، ونتحدث هنا عن 10 أيام تقريبا مقبلة رح هذه الصيغة أيضا رح يتم نقاشها مع كل القطاعات، مع كل النقابات والمعنيين بهيدا القطاع، قطاع المحروقات. ووصفتها المصادر الحكومية بأنه رح تخفف عبء بما خص المحروقات، ولكن ليس عملية رفع دعم، إنما صيغة أخرى تدرس مع دولة العراق جورج. طبعا الكلمة الرئيس دياب يلي كان عنده تصريح، وهذا التصريح يلي عرض بالنشرة الإخبارية نشرة الظهيرة، كان التصريح البسيط، أما التصريح يلي كان فيه رسالة سياسية هو تصريح يلي أدلى به خلال دردشة مع الموجودين بجلسة خطة الاقتصاد وورشة عمل وزارة الاقتصاد وهذا القطاع، يلي أكد فيها الرئيس دياب أنه كحكومة لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس، لكن فعلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والاستحقاقات وتفاقم الأزمات، لا سيما في موضوع الدعم. وأضاف الرئيس دياب لقد أسيء استخدام الدعم طوال هذه السنوات، وأيضا بالمرحلة الأخيرة كنا طرحنا مشروع البطاقة التمويلية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجها للأشخاص المحتاجين فقط، صار في يعني بمحل مرور وقت بموضوع البطاقة التمويلية. وهون جورج في فرق بين البطاقة التمويلية وما اعتدنا على قوله من بطاقة تموينية، هيدي بطاقة مش تموينية إنما تمويلية، أي رح يكون فيها مبلغ مالي عم بيتم البحث فيها، وقريبا رح تبصر النور بحسب مصادر السرايا الحكومية. هي بطاقة فيها مصاري رح تعطى لعيال، من المتوقع أن تصل عدد العيال لمليون، وحوالي 1.5 مليون عيلة فيها شطور، يعني العيال اللي هي 3 أفراد مش مثل العيال اللي 5 أفراد أو أكثر، يعني مثلا 400,000 500,000 مليون ليرة توصل. عم بيتم درس هذه النقاط، والتمويل هي لها تمويل خارجي بتخفف العبء بعض الشيء عن المواطنين وخصوصا العيال الأكثر فقرا بحسب المصادر، مصادر السراي الحكومي. أيضا يعني بأكد المصادر السراي الحكومي بأنه ما يحصل اليوم ما في أبدا أي يعني طريقة رح تجبر بأنه تسلك خيار معين، إنما هي فقط رؤية اجتهاد عم بيتم وضعه. للأسف كل اللي عم بيصير اليوم عم نشوف نشاط، ولكن هذا النشاط ما رح يوصل إلى محل بحسب المتابعين، إنما
هو النشاط بس لحتى ينوضع رؤية، وكان واضح الرئيس حسان دياب لما قال نحن الحكومة المقبلة هي يلي بدها تتصرف بهذا الموضوع، وكأنه عم بيقولوا جورج للناس ما حدا منا مسترجي إلكم بدنا نرفع الدعم، ما حدا منا رح يحطها على حاله ويقولها هو على أيامه، عم نتركها للحكومة المقبلة، عم نتركها لحاكم مصرف لبنان يقولها. ليش الحكومة بدها تقولها بوقت يلي الحكومة، وهذا أيضا ما أشار للرئيس حسان دياب، الدستور بيمنعها أنه تجتمع، ليش بدها تجتمع؟ ولما سألنا بعض المصادر بالسراي قلنا لهم طيب ما هذه ظروف استثنائية، ألا يمكن للحكومة أن تجتمع بأي حجة بمعد محل أنه في ظروف استثنائية بالبلد؟ أكدوا بأنه هن ما رح تتحمل هذه الحكومة قول هذا الموضوع، ولن تتحمل موضوع رفع الدعم، إنما هي ضد رفع الدعم وستحميه قدر الإمكان. بموضوع الطحين يلي ضج الدنيا والموضوع يلي حرك الشارع، بتأكد أيضا هذه المصادر بأنه الطحين أبدا ما تم رفع الدعم عنه أبدا، هذا الموضوع ليس صحيح، وبيأكدوا أنه يمكن أصحاب الأفران بحسب قولهم أو النقابات المعنية بهذا القطاع هي يلي بلشت تحكي بهذا الموضوع لتحرك الشارع، ولكن أبدا ما في رفع دعم على الطحين، إنما الموضوع الأساسي هون واللي بيأكدوا أنه رفع الدعم عن الحلويات والطحين الذي يستخدم للكرواسان وللفرنجي أيضا ضمنا وللحلويات هو رفع الدعم عنه منذ 6 أشهر، وهذا يمكن اللي الناس ما بيعرفوا، إنما صاروا نقابة الأفران أو صاروا بعض يعني المسؤولين عن الأفران وغيره من الباتيسري وغيره بحسب أيضا هذه المصادر يستخدموا الطحين المدعوم يلي من رفع الدعم عنه يلي هو مخصص للخبز والمنقوشة، صاروا يستعملوه بموضوع الحلويات وصاروا يعني يستخدموه ليستفيدوا بموضوع الكرواسون والفرنجي. لما تقلص اعطائهم لهذه النسبه هذا الموضوع يلي شكل انه يرجعوا يعيشوا هيدي القصه عن جديد، على الرغم من انه الطحين رفع الدعم عنه فيما خص الحلويات منذ 6 أشهر، وهذا اللي ادى ببعض الافران واكثريتها انه يغلى سعره بعض الشيء. هيدي بحسب مصادر السراي الحكوميه. طبعا الاجتماع الموسع مضى على بدءه دقائق قليله، ونحن مستمرين برساله مباشرة أخرى لحتى نشوف إذا رح يطلعوا برؤية يخبرونا شو هي هاي الرؤية، أو مثل ما عم تخبرنا المصادر هي فقط اجتماعات لحتى يخبرونا أنه في رؤية على الحكومة المقبلة أنه تكون عم بتطبقها. جورج، إذن ليال نحن بانتظار إما أن يؤخذ القرار من قبل هذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، أو رفع اقتراحات أو توصيات وترحيلها إلى الحكومة المقبلة في حال ولدت. على كل حال رح منضل معك لموافاتنا بكل التفاصيل، إن كان قبل نشرة الأخبار إذا كان في معلومات معينة، أو بضمن نشرة أخبار 8:45. شكرا لك ليال.